السلام عليكم ويا أهلا بكم برحلة جديدة نبديها بالقناة عن إمبراطور الهواتف القادم الجالكسي S23 ألترا. أعرف أنه بعد تقريبا 11 شهر وشوية أقل على نزوله الرسمي، بس أخبار بلشت وأنتوا تعرفونا بالقناة احنا هذه السلسلة نراقبها ونراقب كل كبيرة وصغيرة عليها. اليوم جبت لكم كل الأخبار وكلها أخباركم بلوزة وبالباكين، فيلا بسم الله نبلش الرحلة الجديدة. وأكيد قبلها أريد لايك إمبراطوري من إيدك الإمبراطورية واشتراك إمبراطوري من يمك بقناتنا، واستريح وريح بالك أخبارنا اليوم كلها تازة. أول باشتان تسرب عن الاس 23 هو اسم الجهاز الحركي أو اسم الدلاء، وراح يكون الدايموند أو الألماس. طبعا المراقبين والمحللين منهم حجي آيس يونيفرس وغيره قالوا انه هذا الاسم الجديد هو اشارة واضحة انه سامسونج تريد تغير الهوية البصرية او تصميم الجهاز بشكل جذري عن التصميم الحالي للسلسلة اللي صار لأكثر من 5 سنوات. صح التصميم جميل جدا، بس التغيير اكيد مطلوب، واكبر تغيير بالتصميم هو شكل الشاشة وبيت الكاميرات. وهنا انا اسمعني زين، يبدو انه بيت الكاميرات راح يختفي من اخر التصاميم المتسربة، وراح يبقى بس نظام العدسات البارزة اللي موجود بالاس 22 الحالي مع بعض التعديلات، والعدسات راح تكون رباعية. اما الشاشة فراح تبقى فلات لكن هنا متمددة للحافة او الى ظهر الجهاز حرفيا، واطار الجهاز راح يتحول الى شاشة. طبعا رغم انه انا استبعد هذا الشيء وما اتمناه، وعندي سبب مقنع يدعمني، هو انه سامسونج تدرس حاليا بحسب تسريبات من مصادر قوية ومتعددة أن تستخدم السيراميك المقسى بكل نسخ الاس 23 بدل الزجاج. السيراميك أصدقائي أقوى وأأمن وأجمل بكثير. سامسونج اللي قدرت أن تحول الظهر البلاستيكي بكل أجهزتها إلى شيء جميل وراقي، شلون إذا استخدمت السيراميك بدل الزجاج؟ السيراميك يحتاج إطار قوي، فما أعرف إذا الشاشة وصلت للظهر شلون الوضع راح يكون، ولهذا قلت لكم أنا أستبعد إنه الشاشة توصل للظهر وما أتوقع تغيير كبير بيه. وطبعاً لا تتوقع كاميرا سيلفي تحت الشاشة، لأن لحد الآن ماكو أي دلالة على نجاح أي شركة بتطوير التقنية لدرجة أن توازي أو تتفوق على الحلول الحالية وجودة كاميرات السيلفي ووضعها الحالي. نقطة مؤكدة ثانية راح نشوفها لأول مرة بالاس 23 ألترا ومتحسس سامسونج الأقوى 200 ميجا HP1 اللي بلشت موتوريلا لأول مرة أن تستخدمه، وسبقة سامسونج وشاومي بوحشها الأقوى الموتو أج اس بلس اللي برأيي واحد من أجهزة الأحلام. وهذا الفيديو اللي بالبطاقة اللي فوق إذا تحب تروح عن تشوفه، لأن جهاز لا ينافس لا بسعره ولا بمواصفاته، وأتمنى أن يدخل العرض. نرجع للأس 23 ألترا وكاميرته الجديدة. أما 200 ميجا اللي المفروض تسوي طفرة رهيبة، وفوق الطفرة اللي حققها الأس 22 ألترا بالتصوير هذه السنة، واللي خلت كاميرات الآيفون 13 بالظل تماما بمجال الفوتو. بالفيديو ما أعرف الوضع شلون راح يصير، لأن تصوير الفيديو يرتبط بالمعالجات بشكل كبير، وما نعرف الجيل الجاي من معالجات الإكسنوس أو معالجات كوالكوم شلون راح يكونون. ولا خيبات الأمل هذه السنة بعد ما فشلوا أن يقلصون الفارق ويا معالجات أبل اللي بعدها منفردة بالصدارة وفارق سنتين عن أقرب منافسيها. أنا أتأمل أن سامسونج تتلاحق المعالجات الإكسنوس، وسمعنا أخبار زينة من مدير سامسونج عن أن معالجات الإكسنوس القادمة راح تكون مفصلة للمواصفات اللي تحتاجها سامسونج فقط في أجهزتها، ومثل الطريقة السابقة اللي تعتمدها أن تحاول أن تبيع معالجاتها الأكبر عدد من الشركات. بدأت سامسونج تتخذ سياسة أبل بهذا المجال، لكن ما عندنا تفاصيل أكثر. برأيي أتأمل أن سامسونج تقدر تسوي هذا الشيء وتحقق جزء من آمال عشاقها على الأقل، بين يقتربون من رأس المنافسة وبشكل كبير وبدون حرارة عالية مثل كل مرة. آخر نقطة مهمة بالأس 23 ألترا هو النظام والسوفتوير، وهنا ركز وياي كل الزين. المفروض ويا الأس 23 ألترا سامسونج تدخل منافسة جديدة ويا أبل كانت حكر لأبل فقط، وهي التحديثات بالنظام. وإذا ما تعرف خلي أقول لك القصة باختصار. أبل والسنوات طويلة تفتخر بأن أجهزتها تتحدث 5 أو 6 سنوات، بينما أحسنها جهاز أندرويد من جوجل تحدث 3 سنوات. الأس 22 ألترا سامسونج وعدت ب4 سنوات تحديثات نظام و5 سنوات تحديثات أمنية. اسمع هاي بالأس 23 ألترا وبدعم من جوجل لسامسونج، الأخبار تقول أن سامسونج تريد أن تجعل تحديثات النظام لأجهزتها 5 سنوات للنظام و5 للأمان. أسأل تقول ليش جوجل تريد سامسونج تسوي هالشي وهي نفسها جوجل ما توعد بيه بأجهزتها الأقوى البكسل؟ الجواب هنا بسيط وغريب بس منطقي. جوجل تعرف أنه من المستحيل
أن تقدر شركة تنافس أبل من عالم الأندرويد غير سامسونج. سامسونج تبيع أكثر من 23% من أجهزة الأندرويد بالعالم. معالجات سامسونج الإكسينوس ومعالجات التنسور من جوجل، اثنينهم تصنعهم سامسونج ومعماريتهم متقاربة، وبالتالي التحديثات متقاربة. ولهذا أن تدعم جوجل أجهزة سامسونج هو أفضل لجوجل من أن تدعم أجهزتها حتى تضمن انتشار سمعة التحديثات الراقية ولسنوات طويلة بكل عالم الأندرويد. الهدف تقدر تنشر هذه الفكرة، وهي أن الأندرويد يشبه الآي أو إس من حيث الأمان والتحديث وأفضل حتى. عرفت الفكرة شقد بسيطة وذكية؟ هذه كانت أخبار الإمبراطور اليوم الجالكسي S23 ألترا. أشوفكم إن شاء الله بالفيديو الجاي. خير وصحة وسلامة، في أمان الله.